السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ممكن ندخل البيانات البلانت والبيانات الاكشوال بالشكل دوت. تقدر تدخل التواريخ وبعد كده باجي هنا اقول له انا عايز اشوف البلانت بس او عايز اشوف الاكشوال بس او عايز اشوف الاتنين مع بعض. وسهل جدا ان انت تيجي هنا تعدل الارقام وترحل او تيجي هنا وتكتب الرقم اللي انت عايزه. الاتنين من نفس هيتأثروا في نفس الشكل. وبعد ما تخلص ان انت دخلت خلاص البلاند والاكشوال تيجي في السيموليت. في السيتنج بتحدد بقى من الجزء دوت هل انت عايز البلاند بس ولا عايز الاكشوال بس ولا عايز الاتنين قصاد بعض ولا البلاند اكشوال ديفرنت. الحاجات المختلفة بينهم يبدأ يظهرها لك، فده بيبقى مفيد اكتر ان انا بحدد بقى انا دلوقتي عايز اشوف الاكشوال عايز اشوف البلاند وهكذا. عشان نفهم الالوان لازم نشوف الورقة ديت. الورقة دي موجودة في الهيلب بتاع نفس وركس، بيقول لي لو هي اكشوال بلانت ديفرنس يبقى انا عندي تلات الوان في كل شغل. الايرلي ابيرنس بيبقى لونه اصفر، الاون سكادول اللي انا ماشي زي السكادول بالظبط هيبقى باللون الاخضر، لو في تاخير هيبقى باللون دوت. ده هيفهمني ايه الالوان اللي هتبقى موجوده لو انا ماشي اكشوال بقارن بلانت ديفرنس. وهنا برضو البلانت اكشوال ديفرنس والبلانت اكشوال الاجنت اكشوال بيقول لي الالوان تبقى موجوده لو انا ماشي بنفس الحاجه. يعني هنا لو البلانت وده الاكشوال فكده الاكشوال متاخر، فالجزء المتاخر هياخد اللون دوت.